هو اكتشف مواد محظورة؟ أيوة، مواد حافظة وألوان ومكسبات طعم، مع إن الحاجات دي موجودة في حاجات تانية بس ما بتضرش الصحة. طب في أي دليل على كلامه؟ ما أنا قلتلك يا لقاء، عملوا له فخ وسرقوا منه كل حاجة. يعني أنت متأكدة إنك أنت تعرفي جوزك كفاية؟ تقصدي إيه؟ يعني في ستات كتير قوي بتعيش مع جوزاتها عمر كامل ما بيعرفوش عنهم حاجة. بس أنا متأكدة من علاء. حتى لو دي الحقيقة صعب قوي الواحد يساعده، مش عايزة أقولك مستحيل بس صعب. أنا عارفة اللي بتقوليه، بس أنتي لو وصلتي الموضوع للناس اللي فوق للكبار أكيد مش هيرضيهم اللي بيحصل للناس ده، ولا اللي بيحصل لعلاء من شركة غريب بدران. طب أنا هشوف وهفكر هعمل إيه، بس بيني وبينك هو لازم يسلم نفسه. حاولت أقنعه ما قدرتش، بس يعني جايز لو الموضوع اتحرك بأي طريقة يوافق بدل ما احنا قاعدين مستخبيين كده في بيت جدي. صباح الخير. اهلا اهلا، صباح الفل حبيبي. صباح الخير. فاكرها طبعا. طبعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ بنت خالتي. طبعا طبعا طبعا، ازيكم عشان انا عندي مشوار مهم جدا. طبعا. سلام. اسيبك انا بقى لمشاغلك ومش هوصيك. حاضر، انا مش هقدر اعمل حاجه في يوم وليله، لازم اخد شويه وقت، بس اقنعيه ويسلم نفسه. ربنا يعمل اللي فيه الخير، بس انتي والنبي لو عملتي اي حاجه طمنيني. حاضر يا حبيبتي، بس انتي كلميني في التليفون. شرفتي ونورتي يا ود، ميرسي على مجيتك حبيبتي، مع السلامه. عربية أجرة أليومية 76 397.